السلام عليكم حبيباتي في قناتكم قناة بسمتي للتفصيل والخياطة. في هذا الفيديو إن شاء الله طريقة تفصيل وخياطة جبادور نتاع أطفال السن مع 3 سنين، يلبس تقريبا 4 سنين. نحتاج القماش متر ونصف، والقماش نتاع جبادور ولا موسلين 70 سنتيم، والسفيفة تحتاجو في هذا الموديل تاع جبادور 7 متر. القماش يدير 60 ألف للمتر. هيا راني كتبت لكم هنا واش تحتاجوا كاع اللوازم الخياطه نتاع الجبادور. نبداو ان شاء الله في الطريقه نتاع الفصاله. نطوي القماش على الجهه نتاع العرض، ونفصل الجهه العلويه والسروال، واللي بقى لي ما يكفينيش باش نفصل الاكمام، نفصله من الجهه الثانيه اللي بقات لي. هيا هنا نطوي القماش تاع الجبادور. نبداو هنا في الطريقه نتاع الفصاله. راني متراسيه، وهنا عندي القياسات نتاع الوليد اللي نخدم له، خدمته لولد اختي في المولد النبوي الشريف. ما لحقنيش الوقت باش نحطها لكم حتى لهذا الوقت باش خدمت الفيديو. ها هو القياس هنا نتاع الا ما عندكمش القياسات تقدروا تخدموا على القياس، على كيما نقولوا بودي يكون عنده تخدموا عليه، لكن جبادور يجي طويل ما يجيش ناقص. هنا نبداو في الطريقه نتاع الفصاله. نعطيكم القياسات الطن تاع جبادور، راني كتبت لكم القياسات على الفيديو على الصوره عفوا. ها هي طول الجبادور 52 سنتيم والعرض 23 سنتيم. هنا شحال نديرو دوره الكتف؟ درت 19 سنتيم 19 سنتيم عفوا 16 سنتيم، ونزلت النقطة التركيز نزلت ب 19 سنتيم، ودرت دورة الصدر. المهم القياسات راهم مكتوبين. وهنا نزل ب 8 سنتيم وندخل في الإيفازي، ما تدخلوش بزاف. هنا العرض تاع جبادور راني عطيتكم 23 سنتيم، وعندنا الأمام والخلف 6 سنتيم، ونزلت في الخلف 2 سنتيم، والامام نزلت 8 سنتيم. هنا نبداو في الطريقه تاع الفصاله نتاع جبادور. هذه الجهه العلويه نتاع جبادور، ونولي راني متراسي حتى السروال، نولي ونفصلو السروال. ها هو السروال هنا قلت لكم راني متراسيه، الكمام ما كفانيش من الجهه اللي السفليه اللي راها مع السروال. ها هما هنا القياسات تاع السروال تاع دوره الخصر. دوره الخصر 19 سنتيم والزياده 6 سنتيم تاع لاستيك. هيا باش ننزلوا لدوره الدوره نتاع الحجر، نزلت ب 30 سنتيم وفيها القياس تاع لاستيك باش كيما نقولوا باش طوي والطيان تاع لاستيك. هيا نزلت ب 30 سنتيم وعندنا لاستيك 4 سنتيم. هيا درت الدوره نتاع الحجر هنا، وليت نزلت العرض نتاع الرجل تاع السروال. تلاقيو النقطة نتاع الدورة نتاع الحجر مع الطول مع الدورة مع الدورة نتاع السروال الجهة السفلية. هنا الطول نتاع السروال شحال درت؟ راني كتبت لكم القياسات 64 سنتيم، والدورة نتاع الرجل شحال عندنا؟ 14 سنتيم. وهنا نفصل السروال. زدت عليه 2 سنتيم نتاع الكفة باش ندير السفيفة. هنا بزوج سنتيم عندنا في الجهة نتاع الأمام، زوج جهات نتاع الأمام، غير في الجهة نتاع الأمام ماشي نتاع الخلف.
وتوليو هنا ترجعوا للجهه نتاع الخلف، تدخلوا بواحد سنتيم، تكبروا الدوره نتاع الحجر نتاع الخلف واحد سنتيم ونصف عفوا. هنا ما يكفينيش الاكمام، واللي طويت القماش قلت لكم من الجهه الثانيه. الطن تاع الكم ما كفانيش، عندي الطن تاع الكم 40 سنتيم. هيا هنا ندير الطن تاع الكم، قلت لكم 40 سنتيم، وزدت عليه 2 سنتيم تاع الكفان تاع السفيفه. دورة المعصم 10 سنتيم. ودورة الدورة اللي نخيطوها مع الإبط، دورة الكم، درت القياس تاع دورة الإبط وتفصلوا لكم. نفصل لكم الثاني، هذا غير كم واحد وهذا لكم الثاني. حتى متر 25 سنتيم تكفيكم باش تخدموا هاد جابادور مع السن 4 سنين، حتى تخدموا حتى 5 سنين بمتر ونصف نتاع قماش. هنا العرض نتاع الكول ديروا على حساب العرض نتاع السفيفه. هنا غير راني نقصص لكم هنا الكول، لكن ديروا على حساب العرض نتاع السفيفه. ديروا كول كيما نقولوا في توليو تقوسوه. هنا نمشي للجهة تاع الأمام تاع جابادور. ننزلو بثمانية سنتيم، كنا نزلنا بزوج سنتيم ونزيدو ننزلو ثمانية سنتيم، يعني كلش ثمانية سنتيم. باش نوليو نديرو السحاب، ديروا القياس تاع السحاب تنزلوا ب 15 سنتيم. هنا الجهه تاع الكتف عندنا هنا هنايا هي 15 سنتيم نتاع السحاب. هاي نقصو هنا على حساب قلت لكم باش ديروا السلسله. هنا عندنا في الجهة تاع الكتف بواحد سنتيم، تقصو عفوا تقصو واحد سنتيم، باش كي كيما نقولو كي تلبسو الحاجة ما تبقاش تولي لكم ترجع لكم للخلف، باش تقعد لكم قد قد. وفي في الدورة تاع الإبط بواحد سنتيم ونصف. هاي الدورة هنا تاع الإبط في الجهة تاع الأمام. هنا نزيدو نكملو، كملنا الجهة تاع الأمام وكملنا السروال. هاو السروال تاعنا يجي شباب، السروال جا طوب جا روعة، مام حتى جا بادور جا شباب بزاف. هنا نديرو الطريقة تاع الخياطة، نلاقي الكتف مع الكتف ونخيط
الكول ونخيط السنسلة ونخيط السفيفة. تخيطوا السحاب عاد وتخيطوا الكول. هي لقيت هنا الجهة تاع الكتيب في زوج. هاي خيط هنا، درت الطريقة تاع الخياطة تاع الكول، خيطت السحاب وليت خيطت الكول وليت درت السفيفة. كملت جبادور، هنا باقي لي الجهة تاع الخلف. هاي شوف فين دورت السفيفة، دورتها حتى من الجهة تاع الخلف وكملتها. هنا بقات لي الجهه نتاع الخلف. وديروا كفه باش تجيكم الطريقه سهله لاخص المبتدئات. هنا نزيد نخيط السفيفه في الجهه نتاع الخلف. قلت لكم درت كفه ودرت عليها السفيفه باش تجيكم سهله. تقدروا تطوي وديروا السفيفه، تقدروا ديروا كفه احسن. درت كفه وليت دورت عليها السفيفه، نخيط السفيفة من زوج جهات، الجهة السفلية والجهة العلوية. هيا هنا دورو هذه الجهة نتاع الخلف. هيا نخيطها، خيطتها قلت لكم الجهة السفلية، نخيطها من الجهة العلوية ونولي نلاقي جبادور من الجوانب. نخيط الأكمام، راني عاد ما خيطتش الاكمام. ندير لهم السفيفه في الدوره نتاع المعصم هنا باش نشوف له الامام، حتى هاد القماش فيه الامام وفيه الخلف. نخيطوا الأكمام في جبادور. هيا كملت لكم الأول، نخيط لكم الثاني. نلاقي جبادور، نلاقيه من الجوانب. هنا الجهه فين درت السفيفه في الجوانب، هيا توليو تخيطوا وتقصوا الزياده نتاع السفيفه. هيا تخرج لكم بهذه الطريقه. نكمل جبادور، عفوا الجهه العلويه نتاع جبادور، ونولي نخيط السروال. طريقه تاع السروال، الخياطه نتاع السروال سهله. درت له السفيفه في الجهه السفليه نتاع الدوره نتاع الرجل. هيا ندير سورجي، هنا يبقى لي ندير سورجي. هنا نعاود الخياطة الثانية. هاو السروال بقات لي، قلت لكم الخياطة نتاع السروال. وهنا بقات لنا نخيطو بلا موسلين، الجهة اللي جينا الجيريه اللي جينا مع الجبادور. هيا خيطت السروال كملتها، درت لها قلت لكم السفيفه في الدوره نتاع الرجل تاع السروال. هو جبادور تاع جبادور، جا شباب بقى لي نحدها، راني عاد ما حددتهاش. جا شباب، جا طوب، جا روعه.
هنا نخيطو الجيلية اللي تجينا مع جبادور في الجهة العلوية. درت في القياس تاع دورة الكتف الكمام منها فيها 24 سنتيم. تنزلوا المايل للكتف 3 سنتيم، وهنا نزلت الدورة نتاع الكم نزلت ب20 سنتيم في الدورة نتاع الذراع. يديها قلت لكم منها فيها، وتوليو تنزلوا العرض نتاع الليكات، تجي كي الليكات او تجي كي الجيلية، تجي فوق جابادور حتى هي تجي بالسفيفة. هيا هنا نولي ننزل للعرض القماش تاعها لا موسلين. الطول درت 62 سنتيم. هيا هنا نشوف الطول شحال نزيد على الجبادور. هيا درت 62 سنتيم. الامام والخلف 6 سنتيم، وننزلوا في الجهه نتاع الخلف 2 سنتيم. هنا عندنا ميلان الكتف. هيا نولي نفصل الدورة نتاع الكم، قلت لكم يداه منها فيها، يجيو الكمام معاها. هيا ندخلو هنا، تدخلو بواحد 4 سنتيم، وتنزلو للعرض نتاع الجيلية نتاع جبادور. هيا كملت، وتفتحو الجهة نتاع الأمام تفتحوها، الجهة نتاع الخلف تجي مغلوقة، لكن الأمام تجي مفتوحة. نزلوا في الجهة نتاع الأمام 8 سنتيم، ونفتحها في الوسط باش ندير السفيفة، نديرلها ندور عليها السفيفة كاع، نلاقيها وندور عليها السفيفة. هيا كملت هنا، نديها الماكينة نخيطها، نلاقيها من هنا زدت نزلت بسنتيم. هيا نزلت 9 سنتيم. نزلت في الاول 8 سنتيم، وليت زدت سنتيم. النتيجه النهائيه نتاع جبادور كملته، جبادور جاتو جا روعه، حتى الايوب اللي خدمته له جا شباب بزاف وعجبه، لبسه في المولد النبوي الشريف. هاي الوليدات كاع خدموا في هاي في الحفله نتاع مولد النبوي الشريف، الوليدات خدمنا لهم جبادور، هو خدمته لولد اختي، جا شباب بزاف وعجبه حتى هو فرح به. هيا النتيجه النهائيه نتاع جبادور جا طوب. هنا نعطيكم ثمن الخياطه نتاع جبادور، جيبوا لكم القماش تبغيو نقول لكم خيطوا لنا، تخيطوا لهم 100000 ثمن الخياطه نتاع يديكم. كاين بزاف المبتدئات اللي ما يعرفوش الثمن تاع الخياطه، جبادور هذا تخيطوه 100000، 100000 حتى ل 120000، فيه السفيفه بزاف، فيه الخدمه. هذه هي النتيجة النهائية، وإن شاء الله يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش اللايك والبارتاج. مع السلامة، ونتلقاو فيديو آخر إن شاء الله.